ما تمنعنيش وانا جالس هنا، ولا بيهددنا صاحبك ولا بيقول لي ممنوع، لان قد صورتكم وبابثه والله العظيم انه ولا تجلسوا تهددون احنا يا بثه، وبصور وحر وين جالس؟ وبصور يا اخي انا حر ساعة حرية عبر عن رأيي، ما يجي يقول لي انا اقعد مكانك، من هو هذا؟ من هو هذا؟ اسمعني ما هو السر انك تصور يا اخي انا حر بين اصور مسيرة صامتة، هذا دوري كاعلامي، ما بدك تقول لي انا ما بيني وبينك شو دورك كاعلامي ما تمنعني ليش تمنعني؟ ليش تمنعني؟ ما نمنعك ما يصير يجي يقول لي تخرج صورة ما يستفدك عمر لو راح خرجت جد انا وصل مره انا اعتدت عليك هم من هم من هم من بدي تقول لهم تبع من تصور عندهم انا بصور تبع الساحه واعلام الجالسين وخيمتي وين بطاقه من الاعلامي لا 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 من انا لا اني وريني بطاقه تمام تمام يا 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 سيدي وانا من غير بطاقه يا سيدي الفاضل ماهوش ممنوع ممنوع في التحرير وفي التبعين في التحرير وفي التبعين ماهوش مشكله هذا حق عن التعبير عن الراي هذا حق عن التعبير عن الراي عن رايك ماشي ماشي بس تدفع له تنشر في الفيسبوك لا انت ما اقدر احنا ما طيرنا ليش تطمنا ليش حيوان ها ليش تطمنا عن الراي مسجد عبر عن رايي انا حر ليش ما تتصور انا موجود وانا في السبعين في التحرير لما ضربوا علي الرصاص قلت ليش ما تتصور انا موجود 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 معروف انا ايش اسمك الكريم ايش اسمك الكريم ايش اسمك الكريم فين اكلمك انا دورني بالسراج دورني بالسراج عادي دورني بالسراج ايش اسمك الكريم ليش صلي على رسول الله انا اسمي منصور الجوزي ما حياك الله وانا فرق تمام اسمعني اسمعني انا معي رساله اشوف اقول لك ليش ما جيت تصورت وقت ما بيعتدوا على المنصه انا موجود وصورت ونصور بننشر اي غلط انا بنشره لا لا ليش ما صورت وقت ما تصرفت فيه حق المسيره حق المنصه بين اصور وموجود الفيديوهات واي اعتداء انا بين اذينه اول واحد وين الفيديو موجود ادخل الانترنت ادخل الانترنت ادخل الانترنت وين صفحتك في الفيسبوك ابعد عني في الجوجل انا غني عن التعريف فراس شمسان لا هي فراس شمسان لا تكونش غني عن التعريف انا غني عن التعريف انا اعلامي نفسي الذي يشكر نفسه هذا ما يسمىش انت انا بين اشكر نفسي لان عارف انا من نفسي لا تشكرش نفسك هذا غرور اسمه مش غرور غرور اسمه لكن انا بيني اقول لك كاعلامي كون اعلامي محايد وصور انا اعلامي محايد انا صور ناس هل صورت الاعتداء على المنصة يوم ما كسروا السياس كامل؟ أنا جاي أصور كل شيء يوم ما كسروا موجود الفيديوهات في الانترنت موجود الفيديوهات تحديد يمين إنه إيش؟ إنه صورت وغطيت أنا ما صورت الكسر الغاشم على المنصة الكسر هذا لا أنا جاي أصور اعتداء هذا ولا الذي الآن أنا موجود الآن أي اعتداء على المنصة الآن هؤلاء الذي أنت بتصورهم هم من جاءوا واعتدوا على المنصة هذول النسوان من هم؟ ما بينك حاجة من النسوان النسوان